أهلا بكم في الحدث. تم صباح اليوم الاثنين 18 من ديسمبر لعام 2017 افتتاح وتدشين السوق الحرة الجديدة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، والذي تتولى مهمة تشغيل شركة لاجاردير العالمية، والتي تفتتح بذلك أولى أسواقها في الشرق الأوسط. تم الافتتاح خلال حفلة تدشين خاص بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام داكو، والرئيس التنفيذي لشركة لاجاردير في السعودية، والرئيس التنفيذي للسعودية للتموين، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة لاجاردير العالمية وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطار الملك فهد. وصممت السوق الحرة والتي تمتد على مساحة 1400 متر مربع بأسلوب عصري ملفت للأنظار، فيما لم يخل من لمسة تجسد التراث للمنطقة الشرقية. وتحتوي السوق الحرة على أكثر من 300 علامة تجارية عالمية معفاة من الرسوم الجمركية، والتي يمكن أن تقل أسعارها عن السوق المحلية خارج المطار بنسبة تصل إلى 20%، مع الالتزام السوق بالسياسات العالمية للأسواق الحرة، حيث تقتصر مبيعاتها على المسافرين عبر مطار الملك فهد بالدمام فقط، وتتطلب عملية الشراء مسح لبطاقة صعود الطائرة كما هو متبع في كل المطارات الدولية في العالم. كاميرا الحدث تواجدت في هذا الافتتاح، نشاهد وياكم. بالنسبة لمطار الملك فهد بالدمام، هو يعتبر أول سوق حقيقية ينشأ في مطار الدمام. هذا أول سوق حتى في مطارات المملكة العربية السعودية كلها. وطبعا زي ما أنتم شايفين احنا عملنا جهد كبير، لأن مكان هنا الديوتي فري كان مكان سيكليتر، وشلنا السيكليتر وعملنا ديكور جديد، وكل الديكور بتاعنا جاي من بريطانيا على أساس الستاندر تبع الشركة الفرنسية ألايا. وجبنا هنا في المطار ماركات ما هيش موجودة في أي مكان تاني، خصوصا ماركة شانيل، وديت مش موجودة في أي مطار في المطار في المملكة، من عطور لتجميل لكوزماتيكس. زائد كمان ضفنا قسم ملابس بجميع الماركات العالمية بتاعته، اللي هي ماركة بوس وماركة لاكوست وماركة توز، هذه كمان كلها مش موجودة في أي مطار. احنا عندنا هنا بنتميز ان الأسعار بتاعتنا أرخص من السوق 20%، فديت ما كانتش موجوده في اي مطار تاني. كذلك احنا بننفرد حصريا ان احنا عندنا شوكولاتات من اصناف غير موجوده بالمملكه، زي النسمه، وغير موجوده بالمطارات زي النسمه. النسمه ديت حاجه سبيشال، انتاجها حصري عربي، لانه بيتعمل بحليب الجمال، وحليب الجمال غير متوفر في اي مكان غير في المملكه وفي دبي، وهي بتتصنع في دبي، وهذه الموجوده عندنا احنا بس، ومعمول بها الديكور بشكل الجمل هذا. فالحمد لله يعني السوق الحرة هنا من احسن الاسواق اللي موجوده، وان شاء الله بنتم ذلك افتتاحنا في مطار الرياض وفي مطار جده. بالنسبه للاسعار هنا هي اقل من بره، لانها اصلا كل البضاعه فري تكس، فما بيبقاش عليها اي ضرائب ولا عليها اي حاجه، وهي ارخص من السوق طبعا 20%.
اليوم كان التدشين الرسمي للسوق الحرة بالتعاون مع شركة لاغاردية الفرنسية للشركة المستثمرة، وهي أحد الشركات الحقيقة الكبرى على مستوى العالم، لها أكثر من حوالي 130 سنة في هذا المجال. ما في شك أنها نقلة نوعية اليوم من ناحية التصميم، من ناحية المنتجات، الماركات العالمية. هناك أكثر من 300 منتج محلي وعالمي وفرايتي مختلفة وتنوع مختلف عما كان عليه السابق. نفتخر حقيقة في شركة طارات الدمام مطار مكفى الدولي أنه السوق الحرة بهالحلة الجديدة هي الأولى على مستوى المملكة، وأيضا هي التواجد الأول لشركة لاغاردية الفرنسية في المنطقة. احنا الآن في صدد إعداد المخطط الرئيسي الجديد للمطار اللي راح يخدم المطار على مدى 20-30 سنة القادمة. في المخطط الرئيسي راح يكون هناك مساحة أكبر أخذت في عين الاعتبار للأسواق الحرة، بحيث أنه حقيقة تمكن المستثمر وتمكن أيضا المسافرين والمستفيدين من هالسوق أنه يكون لهم تنوع أكثر من حيث المنتجات، وأيضا مساحة أكبر للعرض. طبعا هي البضائع في السوق الحرة معفات من أي رسوم جمركية في المملكة العربية السعودية، كونها لن تغادر إلى داخل المملكة أو لن تدخل إلى داخل الأسواق السعودية. بالنسبة للقيمة المضافة فلن يكون هناك أي تأثير لأنهم معفاة من قيمة من القيمة المضافة، فبالتالي لن يتأثر الأسواق الحرة وبضائع الأسواق الحرة في وقت تطبيقها إن شاء الله.